مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني وفقرتنا المرة دي مختلفة. فقرتنا فيها طبعا فنان إيقاع، طبعا أستاذ هاني فراج، أهلا بيك منورنا. وفي الحقيقة القريب إلى قلبي دايما، واللي أنا ما ينفعش يعدي رمضان غير ما يكون معايا طبعا إيهاب محمود المنشد الجميل، هو من ذوي القدرات الخاصة. ازيك يا إيهاب، عامل إيه؟ يا حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب. أخبارك إيه؟ كله تمام، منور الدنيا كلها. والله ده نورك، ربنا يبارك فيك حبيبي على راسي. وكمان معانا المنشد الجاسر مرسي، منور يا جاسر. بنورك. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله بخير؟ الحمد لله. طب يلا بقى هتبدعونا بإيه؟ هيا يا إيهاب الإبداع بإيه بقى؟ الإبداع يا رب توبة هي وحر ولأجل النبي. يلا طب نبدا بايه الاول؟ ما هي هتبدا بايه؟ انا ما سمعتكش. يا رب توبه. يا رب توبه. يلا بينا. ربنا يكتبها لنا يا رب في رمضان. يا رب يا رب. ممكن بس ناوله المايك معلش. طيب. يا رب توبه يا رب توبه يا رب توبه. يا رب التوبة يا نصوحة بعد عصياني بعد عصياني قبل ما اشيب وانحني وامشي بعصياني القلب نادم عصياني 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 يا ريت دموع حاتسين يا ريت يا ريت تطوي صحايف ذنوبي ذنوبي بعد عصياني لأجل النبي لأجل النبي يا لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي اقبل صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي اقبل صلاتي على النبي لأجل النبي يا إله الكل كل كل انت عالم بيا كل كل لاجل النبي لاجل النبي يظلموني انت شاقي يتهموني برضه عالم من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي انا في جاي النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب النبي تقبل صلاتي عن النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لأجل النبي.
الله ما شاء الله عليك، كل يوم بتزيد ابداع اكتر عن الاول يا ايهاب. خلينا بقى نلحق نسمع جاسر عشان احنا وقتنا النهارده كانت فقراتنا كتير، بس كنا بنحاول نرضي جميع الاطراف. يلا بينا يا جاسر، هتسمعنا ايه؟ الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، هو النبي هو في القلب من جواه، هو النبي هو في القلب من جواه، فيكم ما فيش قوة، فيكم ما فيش قوة تحجب رسول الله، الله الله على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. بجد فقره صغيره حقكم عليا، بس انتوا بتعملوا كده في نفسكم، بتجيبوا ناس معاكم. نورتوني نورتوني. وعشان نرضي كل الاطراف النهارده هنروح لفاصل سريع وهرجع استقبل ضيوف تانيين.